اهلا بيكي يا نهى. اهلا بيك يا ريام، عامله ايه؟ الحمد لله كله كويس. اول الحمد حاجه لله. عايزه اعرفها، احكي لنا عن الفيديو بتاعك، وهل كنتي متوقعه ان هو يطلع ترند ولا لا؟ بصراحه ما كنتش متوقعه خالص، خصوصا ان هو طويل. يعني انا حاولت اخليه فيديو قصير عشان يوصل لناس اكتر، بس من كتر الكلام اللي انا عايزه اقوله هو كان طويل. ويعني مبسوطه قوي ان هو اثر في الناس ولمسهم، وحسيت ان انا كنت صوت لناس يعني مكسوفين يقولوا ده، او خايفين ان حد يقولوا عليهم بخلة او مستخسرين في اولادهم. فلا، ما كنتش متوقعه بصراحه. فدي ما كانتش تجربة شخصية. لا، ما كانتش، الحمد لله، مش تجربه شخصيه. يعني انا مختاره مدرسه قديمه ومش بتاعت بقى التقاليع بتاعت اليومين دول، بس كل اللي حواليا حتى الفولورز على الانستجرام بيبعتوا لي ان هم خلاص قربوا يبيعوا كليتهم عشان يجيبوا السبلاي ليست، وكلهم مش فاهمين ومكسوفين، وكل واحده، كل ام خايفه ان هي تبقى بتبخل على عيالها، ايوه فكله فاهمة عايز يجيب احسن حاجه طبعا. واحلى حاجه، وللاسف المدارس بتستغل ده فمزودينها بقى على الاخر. طيب انت ايه تفسيرك لظاهرة السبلايز عامة؟ بصي يا ريهام، يعني انا مش عارفه المدارس ليه بتعمل كده بصراحه، بس هم مبدئيا بيطلبوا من الاهالي الحاجات اللي المدرسه نفسها عايز المفروض يجيبوها، زي مثلا ورق برينتر، زي حاجات ادوات تنظيف في المدرسه، زي حاجات غريبه كده. فهم بيوفروا لنفسهم، وفي نفس الوقت بيستغلوا ان كل اب او ام مش هيستخسر في اولاده. وبيبقى في ساعات بقى تعاقدات، يعني في مدارس بتشترط براندات معينة وأنواع حاجات معينة عشان تبقى مصلحة متبادلة، إن المدرسة بتحاول تنفع الشركة دي، وفي نفس الوقت الشركة دي هتمد المدرسة بالحاجات اللي هم محتاجينها. فأنا ما عنديش تفسير، بس أكيد لازم نقف وقفة كلنا مع بعض إن احنا الاستنزاف ده يقف.